عقود طويلة كانت مصر فيها بعيدة عن قارة إفريقيا، رغم أن القارة السمراء من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية ودوائر الأمن القومي المصري، إلا أنه مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم نمت هذه العلاقة بشكل كبير، حيث كانت رؤيته ثاقبة اتجاه هذه العلاقات والخسائر التي تكبدتها القاهرة جراء سنوات التهميش للقارة لدى صانع القرار المصري. وبالتالي كان أمام الرئيس السيسي مهمة كبيرة تمثلت في إعادة تأسيس العلاقات المصرية الإفريقية وفق منظور جديد يطوي صفحة الماضي ويستعيد ثقة الدول الإفريقية في مصر. زيارة الرئيس السيسي لكل من أنغولا وزامبيا وموزمبيق تأتي في إطار رؤية مصر للتعامل مع قضايا الدول الإفريقية، حيث يوجد لدى القيادة المصرية طرحا شاملا قائما على فكرة التنمية لكل القارة الإفريقية، وهذا يأتي في ظل إيمان القيادة المصرية بضرورة أن تكون هناك أدوات أو آليات للتعامل مع الأشقاء الأفارقة. كما أن مصر تقدم نموذجا لما يعرف باسم التنمية الحديثة أو التنمية المعاصرة أو التنمية المستدامة للدول الإفريقية، وهذا يشير بعمق إلى ما تقوم به القاهرة اتجاه هذه الدول. وبالتالي فإن تنمية الدول الإفريقية لا تزال إحدى أهم أذرع الحركة المصرية في القارة السمراء، بما في ذلك بناء السدود. وهنا لابد من الإشارة إلى تجربة سد يوليوس نيريري في تنزانيا، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية لا تتأخر عن الأشقاء. جولة رئيس السيسي في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وللمزيد من المناقشة حول فعاليات هذه القمة التي تضم عددا كبيرا من الدول الإفريقية، كبيرة بسكانها، كبيرة بإمكانياتها، كبيرة بمواردها، وكبيرة أيضا بقادتها الطامحين لمزيد من التعاون خاصة في الجانب الاقتصادي، نرحب اليوم بالكاتب الصحفي الأستاذ جمال حسين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. قراءة حضرتك للعلاقات المصرية الإفريقية في السنوات الماضية، وإلى أي مدى شهدت تطورا وطموحا تحديدا من الجانبين من أجل تطويرها؟ بالتأكيد العلاقات المصرية الإفريقية علاقات متأصلة لها تضرب بجذورها في التاريخ. مصر جزء من أفريقيا، مصر امتداد طبيعي لدول أفريقية، والدول الأفريقية امتداد طبيعي لمصر. العلاقات المصرية الإفريقية متجذرة وقديمة جدا، وكانت علاقات متميزة، كانت في أوج ازدهارها أيام ثورة 52، أيام عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت مصر شاركت في تحرر عدد كبير، وكانت داعمة لتحرر عدد كبير من الدول الأفريقية، وكانت الدول الأفريقية بتعتبر أن مصر يعني الداعم الأول للتحرر، وده كمان كان عمل مشاكل لمصر مع الدول الاستعمارية، لأن مصر كانت دايما يعني داعمة لتحرر الدول الأفريقية، حتى تحررت معظم الدول الأفريقية، وده سبب مشاكل لمصر مع الدول الاستعمارية. وهذه العلاقات كانت متميزة، وكانت مصر لدرجة أن هناك بعض الشوارع والميادين باسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عدد من الدول الأفريقية. استمرت العلاقات متميزة، كانت علاقات اقتصادية وعلاقات في كافة جوانب الاقتصادية، لدرجة أن شركة النصر للاستيراد والتصدير كانت يعني تقوم بالجوانب الاقتصادية مع عدد كبير من الدول الأفريقية. ثم بعد ذلك، بعد هذه الفترة، شهدت العلاقات المصرية الأفريقية توترا وتراجعا كبيرا جدا لمدة 4 عقود. هذه العقود كانت عقود عشريات يعني سيئة بالنسبة للعلاقات المصرية، وكان هناك تجاهل مصر للأمور الأفريقية، وحصلت يعني شبه جفاء بين مصر والدول الأفريقية، حتى جاءت
ثورة 30 يونيو، وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر كان التوجه الأول أنه نحو أفريقيا، لأن أفريقيا هي الحضن الأكبر أو الأم الأكبر لكل الدول الأفريقية. لهذا أسأل حضرتك عن أسباب تغير الرؤية المصرية للدول الأفريقية وأهمية تطوير وتوطيد العلاقات مع دول إفريقيا. يعني هل تغيرت الظروف العالمية بشكل ما بحيث دفعت الجانبين لحتمية التواصل وحتمية التعاون، أم هناك تغير أساسا في رؤية مصر تحديدا لأهمية الانفتاح على دول القارة باعتبارها عمقا استراتيجيا لها، وكذلك طبعا كما تعلم بالنسبة للموقف الاقتصادي الذي تعيشه الدول العالمية والدول الإفريقية والأزمة الغذائية العالمية وما ينظر من خلاله لإفريقيا على أنها سلة غذاء للدول جميعها؟ بالتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى طبيعتها. هذه العلاقات التي كانت متميزة أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الأمور إلى طبيعتها والعودة بمصر إلى الحضن الأفريقي، ومصر امتداد طبيعي لأفريقيا وعلى رأس القارة الأفريقية ومن أكبر الدول الأفريقية. فعشان كده كان لابد من هذا من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية من كل النواحي. كان يعني إعادة تصحيح المسار جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ فورا في إعادة لم الشمل الجانب الأفريقي وإعادة العلاقات الدبلوماسية التي كانت شبه منقطعة. وكان الاتحاد الأفريقي كمان يعني عقب الثورة كان اتخذ موقف وأوقف عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، وكانت هناك مشكلة. فبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقات جيدة جدا مع كافة الدول الاتحاد الأفريقي خلال سنوات أثمرت أن مصر أصبحت رئيس الاتحاد الأفريقي، وازدهرت العلاقات المصرية الأفريقية في كافة المجالات سواء اقتصادية، وأصبحت مصر هي صوت أفريقيا والحضن الأكبر للدول الأفريقية، وهي المتحدث باسم أفريقيا في كافة المحافل العالمية. الرئيس السيسي أيضا هو أول رئيس مصري يزور أنغولا. بالتأكيد. تفسير حضرتك لماذا تم اختيار أنغولا تحديدا من قبل الرئيس لزيارتها في مستهل جولته الإفريقية؟ أنغولا من إحدى الدول المهمة جدا التي لم يزورها أي رئيس مصري من قبل. أنغولا دولة على الساحل الغربي، يعني الساحل الغربي ده يعني ما فيش زيارات كتيرة لدول الساحل الغربي من القارة الأفريقية. معظم الزيارات المصرية ومعظم التعاملات كانت للساحل الشرقي والساحل الجنوبي. الساحل الغربي غني جدا بالموارد الطبيعية والثروات الطبيعية ومهمة جدا، لذلك كانت الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنغولا زيارة مهمة جدا، وكان الاستقبال حاشدا، وأنغولا اعتبرت أن هذه زيارة تاريخية، وكانت المباحثات مثمرة جدا، تناولت كافة الأمور وتم توقيع اتفاقيات تفاهم مشترك، والرئيس قال في المؤتمر الصحفي أن مصر لديها حوالي 3500 شركة تستطيع أن تستثمر، ولديها فرص واعدة للاستثمار في أنغولا، وأيضا أنغولا نستطيع أن تستفيد من الصناعات المصرية والتقدم المصري والتعليم المصري والسياحة المصرية. إذن أنغولا امتداد، يعني أعتقد بداية مهمة جدا للتعامل مع مصر. إذا كانت مصر يعني تفكر في الاستثمار في إفريقيا، هل يمكن أن تبادر أيضا الدول الإفريقية بالاستثمار في مصر، خاصة وأن الدولة في الآونة الأخيرة يعني تقدم كل الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات؟ هذا ما نطمح فيه، وأعتقد محور حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة دول الكوميسا ومع معظم قادة الدول الكوميسا في اللقاءات الجانبية التي دارت اليوم على مدار اليوم الكامل كان عن العلاقات الثنائية على هامش اجتماعات الكوميسا. لدينا 21 دولة أفريقية في تكتل كوميسا، أعتقد من الأهم الدول. هذه الدول تمثل حوالي 50% يعني من مساحة الدول الأفريقية، ولديها 600 مليون نسمة. نحن نتعامل مع تقريبا نصف عدد سكان القارة الأفريقية. هذه الدول تستطيع أن يكون في تبادل تجاري، تبادل ثقافي، تبادل اجتماعي، كل أنواع العلاقات أعتقد من المحتمل أن تزدهر وتزداد في الفترات القادمة نتيجة للعلاقات الطيبة التي تجمع مصر التي جمعت الرئيس مع كل هذه القادة. ويمكن شفنا النهاردة قد إيه كانت العلاقات حميمية، قد إيه
كان الاستقبال الرسمي والشعبي قد ايه، تم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اسفل مقر اقامته بالدفوف والطبول والسعاده، والرئيس بادل هؤلاء المواطنين الافارقه التحيه والسلام. ده يعني هذه الامور لم تكن موجوده في العقود القريبه السابقه. فمصر تستغل هذه العلاقات، الدول العربيه الافريقيه تستغل هذه العلاقات لاعاده الشمل العربي الافريقي والشمل المصري الافريقي. واعتقد ان القادم هيكون افضل بكثير جدا مما كان من قبل. نعم. الدول الافريقيه هل تملك الرغبه والاراده والطموح الكافي لتطوير علاقتها خاصة في الجانب الاقتصادي مع مصر، أم ستخضع لبعض الضغوط الخارجية من عدد من الدول الكبرى؟ أعتقد لن يحدث ذلك حتى لو كان هناك ضغوط، لكن المصالح الثنائية هي التي ستكون محددة العلاقات المصرية الأفريقية، لأن هنا تبادل المنفعة. إذا كان هناك منفعة فالمنفعة دائما للطرفين، مصر تستفيد وهذه الدول الأفريقية تستفيد. فمن غير المعقول أن تحاول بعض الدول إفساد هذه العلاقات كما حاولت من قبل. الآن الأمور أصبحت المنفعة المتبادلة هي سيدة الموقف في كافة العلاقات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول والتكتلات. نعم. نواصل حديثنا مع حضرتك الأستاذ جمال حسين عن آفاق تطوير العلاقات المصرية الإفريقية، لكن بعد متابعة لأهم أخبار هذه الساعة في موجز جديد لأهم الأنباء مع الزميلة. مرة أخرى ما زلنا معا في هذا الحوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ جمال حسين عن قمة كوميسا التي استضافتها العاصمة الزامبية لوساكا والتي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذ جمال أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا بك. كان من ضمن أهم الموضوعات التي ركزت عليها القمة موضوعات مثل الاستثمار، إلغاء الحواجز الجمركية، كذلك أهمية تمكين المرأة في العمل الاقتصادي في دول إفريقيا ودول هذا التجمع. أيضا ناقشت القمة مجموعة من المحاور الخاصة بقضايا الأمن والإرهاب وأهمية تحقيق استقرار الدول وعدم التدخل في شؤونها. إلى أي مدى ترى أن كل هذه العناوين يعني معبرة بالفعل عن طموحات شعوب هذا التجمع الكبير؟ بالتأكيد مهم جدا، خاصة السلم والأمن القومي الإفريقي مهم جدا. إفريقيا فيها أحداث إرهابية كتير جدا، فيها بعض الدول الكثيرة نزاعات عرقية ونزاعات داخلية واقتتال داخلي في عدد من الدول. لو بصينا في نيجيريا، في السودان، في ليبيا، في عدد من دول الساحل والصحراء في مشاكل كثير جدا. ويمكن كانت مصر بدرت بمبادرة بعقد مؤتمر قمة الساحل والصحراء في شرم الشيخ منذ سنوات، وهذا المؤتمر الذي رفع شعار إسكات البنادق. إذن التجربة المصرية ملهمة لعدد كبير من الدول الأفريقية. لدينا تجربة ناجحة في مكافحة الإرهاب، لدينا تجربة يتم تدريسها في معظم المعاهد الدولية والعالمية. عدد كبير من الدول الأفريقية تنظم لها مصر دورات في دورات عسكرية ودورات شرطية لمكافحة الإرهاب. إذن التجربة المصرية ملهمة لهذه الدول وتساعد في تحقيق السلم والأمن في كافة هذه الدول، لأن إذا كان هناك سلم وأمن في الدول الأفريقية ننظر بعد ذلك إلى الاستثمارات والنجاح والاقتصاد والتقدم والتنمية. أيضا بالنسبة لتذليل العقبات في لتسهيل الملاحة التجارية، القارة الأفريقية قارة متسعة جدا وهي تعتبر ثاني قارات العالم من حيث المساحة، يقطن حوالي مليار أو مليار ما يقرب مليار ونص مليار نسمة. هذا العدد الضخم يعتبر برضو السكان الأفارقة من أفقر سكان العالم، يعني رغم أنها قارة غنية جدا إلا أنها قارة فقيرة جدا، في ويصل حوالي 600 مليون يعيشون تحت خط الفقر. إذن يعني تقريبا نصف عدد السكان. إذن نحتاج إلى تنمية.
رغم الثراء والتنوع، سواء زراعي أو تعديني أو ثروات معدنية وذهب وياقوت، كل أنواع الثروات موجودة في القارة الأفريقية. إزاي القارة الأفريقية يعني تستغل هذه الثروات لتنمو وتحقق الازدهار في المعيشة على الأقل، والتنمية والصحة والتعليم؟ ده اللي احنا محتاجينه. كانت معظم دول العالم تتكالب على إفريقيا للاستفادة من ثرواتها، تأخذ المواد الخام وتقوم بتصنيعها وإعادة تصديرها إليها بأموال مضاعفة، ليعيشوا الأفارقة في فقر مدقع. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى مسؤولية الاتحاد الأفريقي كان رفع شعار المنفعة للجميع، أن يكون المشاركة وليست الاستحواذ. شاركني، يعني خد ثرواتي وصنعها واقم صناعات عندي عشان اقدر اعيش واعيش بحياه كريمه. ايضا التعليم، يعني مصر يمكن اعطت حوالي 20,000 منحه تعليميه خلال هذا العام لعدد من الافارقه في معظم الدول الافريقيه. في مجال الصحه، مصر قدمت في خلال كورونا قدمت عدد حوالي 30 مليون جرعة للكورونا لعدد من الدول الأفريقية. كل ده الحقيقة يحقق الازدهار، تحقيق يعني المعوقات البينية للتجارة البينية لابد من إزالة الجمارك. بعض الدول تعتبر أن هذه الجمارك هي وسيلة لدخلها. الدول في قمة الكوميسا اتخذت إجراءات أن استبدال هذه الجمارك أو رفع التعريفة الجمركية وتقليلها لازدهار المنفعة البينية أو التجارة البينية بين الدول على طول امتداد القارة وعلى سواحل القارة ومواني القارة في معظم دول القارة. هناك مصر فكرت في عمل خط سكة حديد وخط بري من القاهرة حتى كيب تاون، وأيضا التفكير في عمل خط سكة الحديد. مصر أقامت الخط البري في مصر، وكانت تفكر في إقامة الخط البري في السودان. إذا تم ذلك هيكون ده مؤشر مهم جدا ودافع قوي لتحقيق الاستثمارات الحقيقية في كافة دول القارة الأفريقية. على ذكر السودان، أيضا الرئيس السيسي عقد لقاء مع الرئيس الكيني، ناقش الجانبان موضوع السودان وجهود كينيا ومصر في مساندة السودان في أزمته الراهنة. إلى أي مدى يمكن لتجمع الكوميسا أن يساند جهود مصر وكينيا، وكينيا تحديدا باعتبارها مقر الإيجاد وضالعة بشكل كبير في الوساطة في بين طرفي الصراع في السودان؟ إلى أي مدى ترى أن كوميسا يمكن أن تقوم بجهود مساندة لتجمع الإيجاد وكذلك لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؟ الحقيقة يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك أي تجمع إلا ونادى بوقف القتال ووقف إطلاق النار في السودان. إذا تحدثنا عن قمة الكوميسا، فالسودان إحدى دول الجوار، يحيطها حوالي 7 دول من دول الكوميسا تربطها بها علاقات أو علاقات جوار. إذا هذه الدول 7 من دول الكوميسا 21 معنيين يعني تماما بالحدود السودانية وما يحدث في السودان. لذلك كانت الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تقوم الكوميسا بتدخل جذري وبذل جهود كبيرة لإيقاف إطلاق النار جنبا إلى جنب مع كافة المبادرات العالمية، وخاصة المبادرة الأخيرة التي عقدت في جدة بين طرفي النزاع لوقف الاقتتال. هذه المبادرات التي تمت في السودان في الأسابيع الأخيرة للأسف الشديد تطلق المبادرة، يتم تنفيذها بعض الساعات أو يوم أو بعض يوم، ثم تعود الاقتتال والاحتراب من جديد. نتمنى أن تتدخل الدول الأفريقية بثقلها وعلاقاتها القوية مع الطرفي النزاع في السودان ويتم إيقاف إطلاق النار، لأن الوضع في السودان الحقيقة وضع مأساوي. اللاجئين كثروا، مصر لديها على الأقل 20,000 يعني قدموا من الإخوة السودانيين. مصر أحسنت وفادتهم وإقامتهم وقدمت لهم كل التيسيرات. بعض السودانيين
توجهوا الى عدد كبير من الدول. يقال ان الرقم وصل الى 200,000 بالضبط، حوالي 200,000 ايضا للدول، يعني العدد الاجمالي حوالي 6 مليون بداوا يفكروا في الهجره الداخليه والهجره الخارجيه من السودان، وده رقم كبير. المشاهد التي تنقلها عدسات التلفزيونات الحقيقه مشاهد ماساويه، يعني ما يحدث في السودان كارثي. آن الأوان أن يستفيق السودانيين وأن يلتقوا على كلمة سواء، وأن تتدخل العقلاء من الدول الأفريقية وأن تتدخل الكوميسا، وده الحقيقة اللي تم استغلاله في اجتماعات اليوم اللي احنا تابعناها. وكانت الحقيقة اجتماعات بمثابة مفخرة بعد أن قدمت مصر الكثير للكوميسا خلال العامين الماضيين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الكوميسا، هل تستطيع في رأيك شرح وتوضيح خطورة الموقف الراهن في السودان على الصعيد العالمي؟ بالتأكيد بالتأكيد تستطيع بشكل كبير جدا، لأن الكوميسا يعني تكتل مهم، تكتل اقتصادي مهم، تكتل له زراع طولة وله علاقات قوية، وله يعني جميع قادة الدول الكوميسا يمتلكون علاقات متميزة في معظم دول العالم. يستطيعون استغلال ذلك سياسيا، يستطيعون الضغط على السودان، على طرفي النزاع في السودان، يستطيعون التحرك لدى الاتحاد الافريقي، يستطيعون التحرك لدى التكتلات السياسيه الموجوده على مستوى في جامعه الدول العربيه، في الاتحاد الاوروبي، في كافه الدول التي تربطها علاقات قويه في السودان لايقاف ونزع فتيل هذه الازمه التي كنا نتمنى ان تنتهي يوم بعد يوم او بعد يوم، لكن المشكله تزداد وتصاعد، يعني الأسلحة تأتي إلى طرفي النزاع من كل الأطراف، بعض الأطراف متورطة في تسليح هذه الأطراف. يمكن ده اللي كان بينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه لابد من إيقاف هذه الحرب فورا. لهذا أسأل حضرتك، إلى أي مدى يملك هذا التجمع إمكانيات مساندة جهود مصر على الصعيد العالمي والتعبير عن رؤية مصر لطبيعة أزمات القارة أولا وأزمة السودان بالطبع ثانية؟ بالتأكيد يأتي ذلك من العلاقات الثنائية، ويأتي ذلك من خلال التجمعات، تجمعات الدول والتكتلات، سواء اقتصادية أو تكتلات سياسية. ده اللي هو احنا بنشوفه حاليا بيتم، وهذا ما تم في يعني كل اللقاءات الثنائية التي كانت بالأمس أو اليوم في لوساكا، تم خلالها طرح كانت القضية السودانية محور تركيز واهتمام من القادة الأفارقة. لا يوجد رئيس أفريقي لا يهتم بما يحدث في السودان، كل ما يحدث في السودان معني به القارة الأفريقية بالكامل. القارة الأفريقية يجب أن تكون الأولى القارات العالم اهتماما بحل هذه القضية، لأنه هناك جوار زي ما قلت حضرتك، هناك 7 دول تجمعها يعني جوار مع السودان. إذا ما يحدث في السودان يعني يعرضهم لمشاكل كثيرة، هناك عملية هجرة، عمليات لا يعني بعض الدول لا تعلم من يدخل لك، قد يندس بعض الإرهابيين، وعندنا في القارة الأفريقية عدد كبير من المنظمات الإرهابية، ممكن أن يحدث قلاقل في دول الجوار. لذلك لابد من إحكام السيطرة على الحدود للتأكد من عدم تسلل الإرهابيين من السودان ومن الأطراف من طرفي النزاع، فلإحكام القبضة لمنع أي أعمال شغب أو أي أعمال إرهابية في دول الجوار. إذن الدول الأفريقية تستطيع وبكل قوة أن تؤثر وأن تتحد لإيقاف الحرب، وأن يعني يقوم الشعب السوداني بالاطلاع بمسؤوليته، وأن يقرر مصيره، وأن يكون الإرادة للشرعية السودانية والشرعية. وهل يمكن لدول الكوميسا أن يعني تطلع بمسؤولية وبدور حقيقي في التعبير عن قضايا مصر المصيرية وحقوقها التاريخية في قارة إفريقيا؟ بالتأكيد
يعني مصر جزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية، مصر رائدة من الدول الرائدة في أفريقيا، مصر المبادرة دائما لنصرة الدول الأفريقية، مصر ساعدت كثيرا في حركات التحرر الأفريقية من كافة الدول الاستعمارية، مصر الامتداد الطبيعي أو للدول الأفريقية، مصر تعتبر الداعم الأول للدول الأفريقية، مصر تمتلك نهضة علمية تستطيع أن تقدمها للدول الأفريقية، تمتلك يعني رائدة في المجالات الصحية تستطيع تقديمها للدول الأفريقية، مصر رائدة في الإنشاءات والبنية التحتية، ويمكن ما حدث في سد نيريري في تنزانيا واللي أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خير دليل لما يمكن أن تقدمه مصر بسواعد مصرية كما حدث في سد تنزانيا، سواعد مصرية تنزانية استطاعت إنشاء سد بطول 1.5 كيلو، سد عملاق يوفر الطاقة النظيفة. إذن مصر تستطيع أن تقدم الكثير، مصر تستطيع أن تقيم مصانع في أفريقيا، مصر تستطيع أن تستفيد من الخيرات الأفريقية والزراعة الأفريقية، وتستطيع إنشاء مزارع سمكية. لدينا خبرات كبيرة في المزارع السمكية، ولدينا خبرات كبيرة في عمليات التصنيع والبنية الرقمية والبنية التحتية، كل ذلك تستطيع مصر أن تقدمه للدول الأفريقية التي عانت وعاشت عقود طويلة من تحت وطأة الاستعمار ولم تتقدم قيد أنملة. إذن مصر تستطيع أن تكون الرائدة والداعمة والقاطرة للدول الأفريقية نحو مستقبل أفضل بإذن الله. كذلك نوضح أن دول الكوميسا تشمل في عضويتها دول النيل. بالتأكيد دول حوض النيل، يعني وده مهم جدا، ودول حوض النيل من أهم الدول الموجودة في أفريقيا، والتي تبدأ من مصر، يعني دولة المصب تعتبر بداية من دول المنبع، كل دول النيل معنية بازدهار القارة الأفريقية. الحقيقة يمكن بدأت الدول الأفريقية حاليا نهضة حقيقية، وبدأت تدافع عن حقوقها، وبدأ يكون له صوت لدى المجتمعات العالمية، وشفنا قد إيه عدد من الدول العالمية والتكتلات العالمية كانت في الصين وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي فرنسا، كل هذه الدول كانت تغازل الدول الأفريقية وتطالب بهذه التكتلات، وتطالب أن يكون لها دور أكثر في أفريقيا، وأن تستفيد من الخيرات الأفريقية الأفريقية، وتستفيد من الكنوز الأفريقية، وأن تفيد أفريقيا بما لها من علم وثقافة وحضارة وكل شيء. نذكر أيضا بأن ما نشاهده على الشاشة في هذه النافذة هو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والعلاقات بين مصر وعدد من الدول الإفريقية، كما أوضحنا على مدار شاشتنا على مدار هذين اليومين في مباحثاته في زامبيا وفي أنغولا أيضا، وغدا هناك لقاءات طبعا مهمة أخرى في موزمبيق. إلى أي مدى يمكن أن نلقي الضوء مع حضرتك على آفاق العلاقات المصرية الإفريقية في الفترة القادمة بناء على هذه التطورات من خلال هذه القمة؟ الدول الأفريقية تعلم جيدا حجم مصر وقيمة مصر وثقة مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياسية والصناعية، وأنها تستطيع أن تستفيد من مصر. لذلك كل دول أفريقية تحرص، ويمكن شفنا النهاردة من المداخلات للدول الأفريقية، يعني كل من تحدث أشاد بقيادة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة قمة الكوميسا، كل من تحدث يمكن شفنا النهاردة الرئيس الزامبي وهو يقول أنه سوف يسير على خطى الرئيس السيسي في قيادة منظمة الكوميسا. رأينا الدول تشيد بمصر وتطالب أن تسير على خطى مصر. رأينا يعني معظم دول أفريقيا الذين كانوا موجودين في هذه القمة يتعاملون مع مصر ويعطون مصر قدرها. العالم كله وأفريقيا تدري تعلم تماما قدر مصر، ونحن نعلم قدر أفريقيا، ونستطيع أن نقدم لأفريقيا الكثير، ونستطيع أن تقدم لنا أفريقيا الكثير. تبادل المنفعة وتبادل المصالح هو الذي سيقود العالم في خلال الفترات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ جمال حسين الكاتب الصحفي لوجود حضرتك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، والتوفيق إن شاء الله.
ومشاهدينا نتابع بعد قليل الجانب الثاني، وهو طبعا المحور الذي يحظى بأهمية كبيرة من خلال لقاءات القادة والرؤساء من خلال قمة الكوميسا، وهو أفق تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية من خلال هذا التجمع في الفترة القادمة، وكذلك ما هي أهم فرص هذا التعاون الاقتصادي والاستثماري. نرجو أن تبقوا معنا بعد قليل.